تتمم الخامسة من قسم الأخبار، نحييكم مشاهدينا ونبدأ نشرتنا بالعناوين. رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي يعلن حالة طوارئ في البلاد. إجراء غلق المساجد غير المرخص بين التفعيل والانتقادات. تظاهرت ليالي صفاقس ترويج لملف احتضان المدينة لألعاب المتوسط أفقي 2021. مرحبا مجددا. قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد سبسي اليوم أعلن حالة طوارئ في البلاد وفق ما أفاد به مصدر من رئاسة الجمهورية. وسيتوجه رئيس الجمهورية بخطاب إلى الشعب التونسي عبر مختلف القنوات التلفزية، وحالما يكون حاضرا سنمدكم به مشاهدينا. والبداية ستكون مع ضيفنا السيد بوبكر بن كريم، عقيد متقاعد بالجيش الوطني. مرحبا سيد العقيد. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. العفو. طيب، بداية سيد العقيد، تاريخيا كم مرة تم إعلان حالة الطوارئ في تونس؟ هو سهل، حتى حسب علم سهل، بدينا في 58 وقت أحداث سقيط سيدي يوسف، ثم 61 وقت حرب بنزرت، ثم 67 في حرب الخمسة أيام مصر وإسرائيل، ثم في 78 مع مشاكل الشغالين، ثم عام 80 في قفصة، ثم 83 84 وقت الخبز، وعام 2011 بعد الثورة. بعد الثورة. طيب، ماذا نعني بحالة الطوارئ سيد العقيد؟ يعني مفهومها ومتى تعلن في الحقيقة؟ هي حالة استثنائية تتخذ وقت بين الحكومة والدولة تشعر ثم خطر عاذق بالبلاد، ولا يمكن قانونيا مدتها 30 يوم، وما يقع تمديدها إلا بأمر رئاسي يقول على يوم انتهاء هذا التمديد. ولأن لكان مش حالة استثنائية، هو راهو استعملناها من 2011 حتى نهار 6 مارس 2014. ولكن اعتقادي ان المواطنين ما شعروش ثم حالة طوارئ لان لم يتغير شيء. طيب، هنا يعني تحيلنا الى الاجراءات التي يجب ان تتخذ في فترة الطوارئ، في حالة الطوارئ. هي الاجراءات ثم نوعا ما من مس ببعض الحريات كالجولان مثلا، نجم يقع نعرفوه بالكفر فيه يقع، ثم حد زاد من حرية الصحافة نوعا ما. هذوما من الأشياء. وفي حالة الطوارئ ثم مهام جديدة يأخذها الأمن والجيش، صلاحيات جديدة يعطوها له، مثلا ينجم يقوموا بتفتيش محلات، ينجم يقوموا ب الوالي ينجم يعلن على إنسان ما يبقاش في الولاية هذيك، ينجموا يسكروا محلات تاع مقاهي او اجتماعات. هذوما اللي الاشياء من 2011 ل 2014 ما وقعش شيء هذا. ومعناها حالة الطوارئ كانها سورية، وهي يعني كان هناك فرق يعني بين حالة الطوارئ قبل الثورة وبعد الثورة؟ بالطبيعة حالة الثورة وقت الثورة ما عملنا حتى ما وقعت شيء من الاشياء هذيا، لا منها الجيش قايم مهامه العادية، الأمن كيف ما اتخذناش قرارات اللي مست من حرية الأشخاص. وهو علاش يقول لك حالة استثنائية؟ لأنها يعني مش حالة عادية. والحاجة اللي تكون عادية ما فيهاش أمور يعني ربما تفقد الهدف الأساسي بتاعها. معناها لها أبسوليمان. طيب سيد العقيد، ربما أن الظرف الحالي حسب العديد يقول أنه يستوجب أو لا يستوجب حالة الطوارئ، هذه من مشمولات الحكومة، مشمولات الدولة اللي هي عندها معطيات سياسية واجتماعية باش هي تعلن. بالطبع
بعد الأحداث اللي وقعوا في مارس وفي 26 جوان في سوسة، اعتقادي باهي باش نذكروا التوانسة اللي تونس في حالة مالها صعيبة، وحالة يلزم أن الناس كل تفيق وتقول مالها باش نواجهوا التهديدات هذه. واضح. مشكور سيد العقيد أبو بكر بن كريم، عقيد متقاعد من الجيش الوطني، شكرا على الحضور وعلى توضيح مختلف هذه النقاط. نذكركم مشاهدينا أنه تم أعلان حالة الطوارئ اليوم بمختلف جهات البلاد، ونحن في انتظار كلمة رئيس الجمهورية سيد الباجي قايد السبسي، وحالما تكون جاهزة سنمدكم بها مشاهدينا. توفي صباح اليوم عنصر خطير ببنغردان أثناء نقله إلى مؤسسة صحية بلجها بعد أن عمد إلى إطلاق النار على رأسه أثناء مداهمة منزله فجرا من طرف وحدات أمنية ودون تبادل لإطلاق النار وفق ما أفاز به مصدر أمني مسؤول. وأضاف المصدر نفسه أنه تم العثور لدى هذا العنصر على مسدس ورمانة يدوية وصادرة ضده عدة برقيات تفتيش ومتورط في تسفير الشباب إلى سوريا وتهريب الأسلحة. ونفى هذا المصدر ما راج من أنباء عن تعرض أعوان أمن إلى إصابات أو وقوع أي تبادل لإطلاق النار وفق تأكيده. نفذت قوة من الجيش الوطني عشية أمس وخلال الليلة الماضية عمليات عسكرية نوعية تمثلت في قصف جبال ورغة بالمدفعية الثقيلة لمدة طويلة استمرت لعدة ساعات. وقال شهود عيان من متساكني منطقة فرشان بمعتمدية سقية سيدي يوسف إن القصف تركز على مناطق للعيشاء والعنق والمرصودة وكشر الجلال، وهي المناطق التي يشتبه في تحصن مجموعة إرهابية تتكون من 10 إلى 15 عنصرا بها. كما أكد عدد من متساكني منطقة وادي الطرفة بساقية سيدي يوسف أن القصف تواصل إلى حدود الساعة 10:30 ليلا تقريبا، ملاحظين أنه كان عنيفا إلى درجة تناثر شظايا القنابل بالقرب من بعض المساكن على حد قولهم. بعد قرار حكومي اتخذ على أثر العملية الإرهابية الأخيرة 80 مسجدا خارج عن السيطرة، تسعى وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية إلى غلقها. الإجراء لم يكن من السهل تنفيذه بعدد من الجهات وأثار ردود فعل رافضة له. جدل كبير ما فجأة يثيره تنفيذ القرار الحكومي بغلق المساجد الخارجة عن السيطرة، جدل ترجمته ردود فعل بلغت حد المواجهات بين القوى العامة المطالبة بتطبيق القانون وبين الرافضين لهذا الإجراء. فمنذ يومين شهدت القلعة الكبرى مواجهات بين قوات الأمن وعدد من شباب الجهة المحتجين على قرار غلق مسجد دردور، حيث بادروا برشق أعوان الأمن بالحجارة مما اضطرهم لاستعمال الغاز لتفريقهم. وفي مدينة جلمة بسيدي بوزيد تمسك عدد من المصلين خلال وقفة احتجاجية بأداء الصلاة بجامع البركة الذي تم غلقه. وفي ذات السياق سبق لوزارة الداخلية أن وجهت تنبيها إلى كل من بشير بن حسن ورضا بالحاج بعدم ممارسة نشاط الإمامة بالجامع الكبير بمساكن ومسجد سيدي عبد الحميد بسوسة. من جهة أخرى أكد الواعظ الجهوي بدبلي وجود 3 مساجد تسيطر عليها جزئيا بعض الأطراف المتشددة، موضحا في ذات السياق أن الجهات المعنية تسعى إلى إيجاد حلول لها في ظل عدم توفر إطارات دينية كفأة تبدي رغبتها في إمامة هذه المساجد. 80 مسجدا خارجا عن السيطرة تعكف وزارة الداخلية على غلقها وفق قرار حكومي جاء كردة فعل على عملية سوسة الإرهابية. وفي زيارة إلى مدينة القيروان للاحتفال بليلة النصف من شهر رمضان أكد وزير الشؤون الدينية أن المساجد الخارجة عن السيطرة سيتم إغلاقها وسيبقى العمل مستمرا في مقاومة الإرهاب. التزود من القيم والعبر والأخلاق في ذكرى غزوة بدر والاحتفال بليلة النصف من رمضان هو محور زيارة وزير الشؤون الدينية لمدينة القيروان. كل يحتفل بهذه الذكرى للتزود بما فيها من قيم ومن عبر ومن كل ما يتعلق بالمعاني ومن الأخلاق ومن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديثه عن المساجد والجوامع الخارجة عن السيطرة أكد الوزير أن العدد الذي قدمه رئيس الحكومة مؤخرا هو لمساجد لا تزال في طور البناء
ولا تعود ملكيتها للوزارة. المساجد اللي هي 80 ذكر كلها مش مساجد تابعة للوزارة، انما مازال في طور البناء. هذا مازال في طور البناء، ما عادش ما يعتبرش في ملك الوزارة. هذوك يلزم باش نسكروهم، خاطر يقع استغلالهم خاصة في رمضان لصلاة التراويح ولا حتى في الصلاة العادية، وربما يستغلوهم الناس مضطرفين باش يبثوا فيهم، لأنه خاصة في مناطق ريفية بعد يقع غلق. حتى تتسوى. وعن تعامل الوزارة مع ملف الإرهاب قال عثمان بطيخ إن القضاء على هذه الآفة يتطلب عملا مستمرا، وأنهم ما زالوا في بداية الطريق. الحكومة دي قداش عندها اللي تكونت 3 أشهر، فماش بينما الإرهاب عنده أكثر من 3 سنين، 3 سنوات. هي كيفاش بتحاسبني على مازلت أنا في البداية، مازلت نركز في أموري، مازلت نعد في برنامجي، مازلت نتحسس استراتيجية. بالطبيعة واحد باش يتصرف هكا بعشوائي ما يجيش، لابد باش نعمل استراتيجية، واستراتيجية بالطبيعة باش نقاوم الإرهاب. كيفاش احنا من ناحية بالنسبة لنا مقاومة فكرية. في ظل تواصل مسلسل الإرهاب الذي يضرب تونس، فإن الأنظار تتجه بشكل كبير إلى التعامل الأمني والديني مع هذه المسألة. أفاد ظفر ناجي المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالإعلام والاتصال والثقافة أن إعفاء عبد الله لصيف من مهامه على رأس المجلس الإسلامي الأعلى يعود إلى أنه لم يتولى مسبقا إعلام رئاسة الحكومة باعتباره رئيس هيئة تعود بالنظر إلى رئاسة الحكومة، بالرسالة التي وجهها إلى مؤسسة الإذاعة التونسية ومضمونها خاصة، وأنها تحتوي على استنتاجات واتهامات خطيرة يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة. أوضح ناجي في تصريح إعلامي أن المسؤول المقال من منصبه قد بعث بالرسالة المذكورة إلى رئيس المدير العام لمؤسسة الإذاعة التونسية يوم 26 جوان الجاري أو الفارط، في حين لم يعلم رئيس الحكومة بالموضوع إلا يوم 2 جويلية الجاري. وأضاف أن الرسالة كانت اجتهادا شخصيا وتصرفا فرديا من قبل رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للاستنتاجات والأحكام. إلى المدينة العتيقة الآن بسوسة، والتي استقبلت ضيوفها من السياحة لجانب في تحدي لكل الأعمال الإرهابية، وآخرها ما جد مؤخرا بسوسة، زيارة عنوانها الكبير كسر حاجز الخوف وكلنا واحد ضد الإرهاب. هم أصدقاء تونس حلوا بمدينة سوسة وزاروا المدينة العتيقة، تجولوا في أسواقها وتعرفوا على معالمها التراثية والإسلامية. الكلنا جينا باش نقولوا لا للإرهاب، الإرهاب اللي يهدد فينا ويهدد في أمن تونس وفي أمن المنطقة الكل، سواء المنطقة الكل يعني كل البلدان الموجودين في المتوسط وغيرهم، يهدد في السلم الاجتماعي، يهدد في أي مواطن تونسي. راهو ماهوش إرهاب موجه للسواح فقط، شفنا لأمنيين الجيش الوطني مواطنين التوانسة ماتوا وكانوا ضحية الإرهاب. فرنسيون وجزائريون مغاربة وتونسيون مقيمون بفرنسا لم يمنعهم الخوف من زيارة سوسة بعد أسبوع من العملية الإرهابية التي جدت بإحدى نزولها، وذلك للتعريف بها ودعم سياحتها. أجيو أجيو أجيو، أخذوا البي ديالكم أرواحوا سوس بلاد شبا. لا يجب أن نخشى القدوم إلى تونس، لأنه إذا سكننا الخوف فهذا يعني أننا هزمنا وأنهم ربحوا الحرب. وأنا بصفة مناضلة في مجال حقوق المرأة أعلم جيدا خطورة المتشددين دينيا على النمط المجتمعي، ونحن سنسعى للتصدي لهم ومقاومة مشاعر الخوف داخلنا، لهذا برمجنا هذه الرحلة إلى سوسة. كانت رحلة تحدي للإرهاب جمعت أبناء تونس من الداخل والخارج وعديد الجنسيات للتضامن والاتحاد لمكافحة من يهدد سلم البلاد. وفي حركة اعتراف بالجميلة تم تكريم عملة النزل الذين تصدوا للعملية الإرهابية التي جدت مؤخرا بمدينة سوسة، حيث أقيمت مائدة إفطار على شرف الأعوان والمواطنين الذين حاولوا التصدي لهذه العملية الجبانة ودفاعا عن حرفائهم ووطنهم.
على إثر ما تناقلته عديد وسائل الأعلام الأجنبية حول الدور البطولي الذي لعبه عمال وموظف النزل الذي جدد فيه الحادثة الإرهابية، نظم أصحابه مائدة إفطار على شرف أعوانها للاحتفاء بهم. ولولا شجاعة العمال ومديرين وإدارة نزل كان عدد الضحايا يبدأ كبير وكبير برشا برشا. وقت اللي جاء الإرهابي وبدأ يضرب كل العمال ما خافوش وقعدوا مع الحرفاء. أكثر من 200 عامل وعاملة حضروا العشاء الجماعي، من بينهم سلمى الخريسي التي أصيبت بشظايا القنبلة عند محاولتها إسعاف الجرحى. ما عرفش شنو اللي صار، جيت سمعت القنبلة وريد دخان وكها، ومن بعد مشيت نقيم في الكليونيت نشوف فيها مش بيها. شكت سهلوا المرلولة فهمني، جيست معناها كلي ثلاث ما عملوها لها وخرجوها قالوا لا بس عليك فهمني. بعد ولت عندها انعكاسات اخرى معناها ولا يهزوا فيها بالحمله وما عادش تنجم تمشي ولا عندها نزيف وكل شيء. الا معناها يعني حرصنا على المؤسسه والمؤسسه كانت مشكوره يعني الاداره نتاعها وكل، وجابوا لها امبيلونس وهزوها من الكلينيك خاص. احنا عمال نزل معناتها مستعدين نفسانيا توا ابرك ثلاثه ولا اربع ايام التالي كنا تعبين برشا توا الحمد لله وان شاء الله الجايه احسن. كريم على خاطر الشكر بتاع الكليونات اللي بعثوه ديجا للوتيل، احنا عملنا كان الواجب، خبينا الكليونات ودرقناهم وان شاء الله عملنا كان الواجب. ولئن خلفت هذه العمليه الارهابيه الجبانه ضحايا فقد صنعت ابطالا تصدوا لها واعطوا صوره خالده خلود هذا النصب التذكاري. في موضوعنا آخر الآن، نادر أحميدي أصيل منطقة القدار بولاية قفصة، قصة تحدي وأسرار كانت العنوان الأبرز لتجربة شخص لم يتوانى في الحصول على شهادة امتحانات البكالوريا بعد 22 عاما من الانقطاع عن الدراسة، واليوم يجتاز دورة التدارك بكل نجاح. الإصرار والمثابرة عنوانين بارزين لحكاية نادر حمادي مع البكالوريا في تجربة أولى انطلقت سنة 93 و900 وألف، حلم تحقق بعد 22 سنة بعد أن قرر نادر خوض غمار التجربة من جديد في دورة المراقبة لامتحانات البكالوريا التي أعلن عن نتائجها اليوم بكافة المؤسسات التربوية. قد تراودني قد كأنها عش عقدة ولا عش كيفاش. الحمد لله سهل ربي سنا، عاونوني صحابي والمدام تاعي أستاذ عربية حتى هي ما نسوهاش. كنت سيونس وبحكم أنها مستماش كان لاتر في اللي كل يبنى هنا عملت لاتر، عاونوني الأستاذة برشا، عاونوني الأستاذة برشا يرحم والديهم، وحاولت نركز حطيتها في بالي والحمد لله. وجدناه يبحث عن اسمه في صفوف الناجحين بالمعهد الثانوي بالكتار حيث علقت قائمات الناجحين لتنتقل أجواء الفرحة إلى منزله وسط أبنائه وعائلته التي كانت له السند في تحقيق أمنية ظلت في البال طيلة 22 سنة. نحاول نشد الصغار ماكسيموم خاطر تبارك الله أربع صغار مش سهل في الدار وحس وجوجنا غاسراتها بطبيعة الحال القهوة لا خروج لا كل شيء تحضير وقت تحضير تو هو لما حاله تخلص القديم والجديد. ما الحمد لله الحمد لله يا ربي وفقنا ربي والحمد لله فرحانه كي نجح بابا. انا بس نقرا كيف ونجح كيما بابا. تمنى لو كانت امه معه تقاسمه فرحه نجاحه، قالها والعبرات تخنق كلماته، وكله أمل لمواصلة مشواره الدراسي مثله مثل أبنائه في رسالة مضمونة الوصول لكل من سكنه الفشل بأن الحلم ممكن وإن طالت السنون. يعاني شاطئ خنيس بالمنسيرة من مشاكل بيئية خطرة، وكحل لذلك أقيم مشروع تهيئة خليج المنسير في جزئه الأول بكلفة حوالي 16 مليون دينار، ويشمل تهيئة أكثر من 54 هكتار. مشروع ستكون له فوائد من خلال الحد من المشاكل البيئية وتوفير مواطن الشغل. مشاكل بيئية جمة يعاني منها شاطئ خنيس بسبب مياه الصرف الصحي وتدهور التنوع البيولوجي للبيئة البحرية وارتفاع نسبة مرض السرطان في المنطقة. وزارة البيئة اهتمت بالموضوع في إطار مشروع تهيئة خليج المنستير في جزئه الأول المتعلق بمدينتي خنيس وقصبة المديوني.
انطلقت الأشغال منذ تاريخ 21 ماي 2014 ومش تمتد على 30 شهر، أي معناها التاريخ الموحد لانتهاء الأشغال حاليا في سبتمبر 2016. وتتمثل مكونة المشروع في جهر وردم ما يقارب 50 هكتارا من الشاطئ وتجهيزه بحواجز حجرية وإنجاز قناة الخرسانية على طول 870 مترا لتصريف مياه الأمطار نحو البحر. حاليا الشركة معناها قامت بجلب آلة حفر دراك سيسوز روفولوز اللي يتمكن من شفط الأتبة وضخها نحو مناطق الردم، وذلك على مسافة حوالي 4 كيلومتر بطاقة ضخ حوالي 3000 متر مكعب في الساعة. منافع بيئية وتنموية ستنضاف إلى متساكني مدينتي خنيس وقصيبة المديوني. الملكية الحقيقية للمشروع هي لوكالة حماية وتهيئة الشاطئ الساحلي، إلى حين معناها استجاعوا من قبل الأملاك العمومية، وبعدها هي تتصرف فيه تعطيه للبلدية ولا نعمل فيه إن شاء الله مشاريع استثمارية، يعني تنجم تكون في حدود آلاف المواطن شغل إن شاء الله في المستقبل. أخذنا وعود أنه مياه المعالجة ما عادش باش نصبها في خليج خنيس، لأنه خليج خنيس منطقة حساسة وزيد معناها جزر قوية أصبحت منطقة بحرية محمية. مشروع تهيئة خليج المنستير دفع للتنمية بالمنطقة والمحافظة على البيئة البحرية والبرية. نذكركم مشاهدينا مرة أخرى أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي قرر اليوم إعلان حالة طوارئ بالبلاد، وسنمدكم بكلمة رئيس الجمهورية بعد حوالي 10 دقائق من الآن. وبكلفة تقدر بخمسة مليون دينار انطلقت وكالة التجديد وتهذيب العمراني بالتعاون مع بلدية تطاوين في إنجاز مشروع لتهيئة عدد من الطرقات المتردية والتي باتت ترهق المتساكنين وخاصة أصحاب سيارات الأجرة. في مدينة تطاوين يشتكي أصحاب السيارات ولا سيما سائقو التاكسي من تردي وضعية الطرقات بعدد من أحياء المدينة في منطقتي الركبة وجسر المقابلة بالخصوص. معاناة كبيرة حتى ما تستفيرنا إشكاليات مع المواطن، فهمت؟ عندنا للربيع الكيس الرئيسي وتو الحمد لله، فهمت؟ قاعدين يخدموا في إنجازات كبيرة على الكيس، قالوا في الركبة، فهمت؟ ما نجمش نمشي للركبة، فهمت؟ خط الكيس مكسر كله، فهمت؟ السيكوس مكسر، ما تنجمش. جينا حتى مواطن قلنا هزني قصر مقابلة ولا حاجة، طرقات مازالت مزرية ونعانوا احنا نوقع في مشاكل مع المواطن. تاكسي ولا حاجة يقول لك لا ما نمشيش لبلص، يا ودي كذا عندي مريض صغير لا ما نمشيش، يقول الطرقات كذا ما تعدينيش، معنا ترسلك تفرع ومشكلة في الطريق والإنارة. وفي مبادرة لتحسين الطرقات تنجز وكالة التجديد والتهذيب العمرانية بالتعاون مع بلدية تطاوين مشروع لتهيئة عدد من الطرقات وتهذيبها وسط المدينة. هذا المشروع تابع لوكالة التهذيب العمراني، تستفيد منه بلدية تطاوين، يشمل التعبيد، الربط بشبكة المصانع للشراب أوناس، كذلك التنوير العمومي. قاعدين نقوموا بالواجب في كل يوم، ديجاك تشوف فينا نهار السبت واحد، الحمد لله نتبعوا حسب المواصفات الفنية اللي موجودة حسب كراسة الشروط، وقاعدين نقوموا بالواجب معناها، وحتى المقاولة ديجاك تخدم حاليا ما فماش. فماش الاضطرابات اللي قاعدة تصير هيك ولا هيك. قيمة المشروع 5 مليون دينار. تتمثل في تهذيب حي الرياض. بعد تهذيب حي الرياض قائمة أخرى من الأحياء في انتظار التدخل، لا سيما أحياء وادي القمح والنورة للتهذيب والتجديد لعدد من طرقاتها. الدورة الثانية من تظاهرة ليالي صفاقس خصصت خاصة هذه المرة للتذكير بعراقة الجهة والمراهنة على هذه المدينة في خوض غمار التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى. تظاهرة إذن الغاية منها ترويج لملف صفاقس لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط في أفق 2021. ليلة من ليالي صفاقس تختزل في تفاصيلها ماض بعيد وحاضر يراهن عليه من آمن بأن لا شيء مستحيل. صفاقس تلك المدينة التي تسعى لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط لعام 21 و2000.
داخلين في الاستراتيجي نتاع الدعايه والبروموسيون الدوليه في تونس وفي بحر المتوسط، وحتى نساعدوا مع صفاقس المزيانه وادونيس وايسك كل الجمعيات واللي هما يحبوا يدخلوا بقوه باش نقولوا نعبوا ننشحوا كلنا مع بعضنا يد في اليد باش نجيبوا اللعاب المتوسطيه 21 هنا في صفاقس. تظاهرة ليالي صفاقس كانت فيها الحضرة الصفاقسية حاضرة والأزياء التقليدية وحتى الترويج للسياحة الداخلية. نحاولوا من خلال يعني تعريف بكل المناطق السياحيه نتاعنا ولتشجيع فبني ولا لا العائلات انها تقبل فبني ولا لا باش تمشي تعدي يعني الصيف مع الاسعار فبني ولا لا اللي ان شاء الله توا فبني ولا لا في اطار السياحه الداخليه التخفيض فيها تشجيعات. اكثر من 35 طالبا من جنسيات مختلفه كانوا من الحضور جاءوا للمسانده. حسينا ان احنا اخيرا في فرصه ان احنا نتعرف على الثقافات التانية وان احنا فعلا نشتغل بجد، وتونس يعني ارض خصبة لكل التعارف ده. ليالي صفاقس هي تظاهرة تنشيطية ثقافية ترفيهية جاءت لإثراء المشهد الثقافي في صفاقس. بالفن نحمي الوطن هو عنوان التظاهرة الموسيقية المسرحية والتي يروي تفاصيلها تلاميذ المدرسة الإعدادية وسط المدينة بجرجيس كتجربة للإحاطة بالتلاميذ خارج أوقات الدراسة. بالفن نتصدى للإرهاب والتطرف ونبني الوطن، عنوان عمل مسرحي غنائي توج الأنشطة الثقافية وختم سنة دراسية بالمدرسة الإعدادية وسط المدينة بجرجيس. احنا لازمنا لازم روحنا، لازم نفوسنا تقطاب بالاعتدال بالنزاهة بالشرف بالثقافة. الثقافة هي كل شيء، هي التربية، هي الأخلاق، هي كيف التعامل مع الآخرين، هي السلوكات الاجتماعية، السلوكات الطيبة. حبينا نبينوا انه مش كان مشكل بالاجريسيفيتي، كل شيء نجم نحمي الوطن حتى بالفن. الرؤيه الجديده للتربيه هي كونه نشاط ثقافي ونشاط الاجتماعي ونشاط الرياضي، راهو دعم ورفض كبير 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 لاصلاح المنظومه التربويه. تظاهره اختتام السنه الدراسيه وتوزيع الجوائز على المتفوقين من التلاميذ على هذه الطريقه الاحتفاليه مثل الاضافه النوعيه لمشهد تربوي تراجعت فيه الانشطه الثقافيه. أردنا أن نكرس فعلا عقلية وفكرة أن التلميذ هو محور العملية التربوية، والتلميذ ما يكون محور العملية التربوية إلا بالإحاطة به في قاعة الدرس وخارج قاعة الدرس. اللي لاحظوا أنا أنه التلامذة اللي متابعين الموسيقى وزملاء أولادي في الموسيقى كلهم متميزين في الدراسة بتاعهم. في هذا الاحتفال توج المتميزون وأبدع التلاميذ المتفوقون، ما يؤكد تلازم الإبداع الثقافي مع التفوق الدراسي. الشباب في المطوية يثير مشاكل غياب الأنشطة الثقافية بالمدينة على طريقتهم، وذلك بتنظيم تظاهرة ثقافية خصصت لإحياء المخزون التراثي للمنطقة بأحد الفضاءات المهمشة مشاهدينا بالمدينة. التظاهرة نظمتها الغرفة الفتية للشبان بالمطوية بالتعاون مع جمعية شباب بلا حدود. فخار بكري، ذلك هو عنوان التظاهرة الثقافية الرمضانية التي نظمتها الغرفة الفتية العالمية للشبان بالمطوية بالتعاون مع جمعية شباب بلا حدود. حبينا نخدموا على الفضاءات المهمشة، حبينا نوروا الموروث الثقافي من الفضاء هذية. ما حبيناش نخدموا كما برشا عباد تخدم في منتزهات وكذا، حبينا نوروا برشا بلايص في المطوية. حبينا نحيوا الموروث الثقافي والتراث لمدينة المطوية، من خلال حبينا نبينوا ونبرزوا العرس نتاع مدينة المطوية كيفاش يصير على عادة العادة. الشباب الذي نظم هذه التظاهرة وقام بتنشيطها أراد لفت الانتباه إلى ثراء الموروث الثقافي بالمطوية وضرورة المحافظة عليه. في المطوية عندنا اللبسة التقليدية اللي تتميز بها العروسة في المطوية هي القمجة اللي أنا لبستها تو، وعندنا زادة الحريم اللي هو حريم الطبال، النوعية هذه نتاع الحريم، وعندنا زادة الكابوس معناها نتاع تلبس العروسة. نظهروا التراث ونظهروا العادات والتقاليد والمحل الموروث المحلي نتاع المطوية. العباد الكل فرحانة، العباد الكل شيخة، وإن شاء الله ديما ناجحين. مدينة المطوية مدينة تنقصها حسب الكثير من أبنائها الأنشطة والفضاءات الترفيهية.
تستعيد الجبة كلباس تقليدي بتستور بريقها خاصة في شهر رمضان وفي سهرات الملوفة. الجبة في تستور عنوان للجودة وأصالة بهذه الجهة التي ارتبطت بها منذ القديم، لكنها تبدو في مزيد إلى الدعم. لمدينة تستور عاصمة المدائن الأندلسية في البلاد التونسية مميزات عديدة، لعل أبرزها لباس الجبة بأنواعها المختلفة والذي ارتبط بهذه الجهة منذ القديم. رأي من اللي تخلقت نجا وسدرة في تستور رام خلقه ما خلقت معهم الجبة، ورام يعتنوا بالجبة برشا، وتوى مناء الكبار خلوها وورثوها الصغار وغرموا بها الصغار، والجبة في تستور عندها ميزة كبيرة ياسر. إن شاء الله الدولة تعطيها اهتمام كبير، وخاصة اندماج الشباب الصغير في الصنعة دي. الجودة والأصالة التي تميز الجبة في هذه الربوع زادت في تعلق أهالي تستور بموروثهم التقليدي واحتفائهم به، حيث ارتبط هذا النوع من اللباس كثيرا بسهرات المالوف والأغاني الأندلسية الجميلة. كل شيء مربوط ببعضه، هي تدخل في إطار العادات والتقاليد اللي تتميز بها مدينة تستور. كيف نقولوا المالوف، المالوف الجانب الفني الموسيقي الإبداعي، والجبة والشاشية وغيرها الجوانب الفنية في الحياة اليومية في الملابس التقليدية من بينها الجبة. نحن تستور الجبة ما تنحاش في الصيف، ديما الجبة ومشموم الفل والمالوف وديما شيخين في رمضان أكثر. الجبة هي خطر التراث تستور، لباس تقليدي في تستور ونحبوها برشا. الجبة في مدينة تستور ليست مجرد لباس يتزين به الناس في المناسبات والأفراح، بل هي سر رونق تستور وجزء من روحها الخاصة. نقطة الختام مشاهدينا لنشرة اليوم، ولكن قبل توديعكم وتذكيركم بالعناوين الآن سنمدكم مشاهدينا الكرام بكلمة رئيس الجمهورية السيد باجي قايد السبسي بخصوص إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. بسم الله الرحمن الرحيم. تونس العزيزة علينا جميعا تمر بظروف صعبة، هذه الظروف يمكن أن ننعتها بظروف استثنائية، و هذه الظروف الاستثنائية تستدعي إجراءات استثنائية للتصدي لها وكذلك أيضا للتوقي منها. ومعلوم أن هذه الحكومة التي تكونت بعد الانتخابات الأخيرة، سواء كان الانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية، والتي صادق عليها مجلس نواب الشعب، من أول مباشراتها لأعمالها كانت يعني مواجهة لتحديات كبيرة، تحديات أمنية وإرهابية، وتحديات اجتماعية وتحديات اقتصادية. اجتماعية لأن هذه الحكومة وجدت أمامها بطالة خانقة، 600,000 بطال، ولكن بطال منذ 5 سنوات ولم يتغير شيء طيلة كل هذه المدة. ولا نعني أن هذه الحالة متسببة فيها الحكومة اللي سبقتها، تراكمات كل الحكومات يعني إلى هذه الحكومة الجديدة. ووجدت هذه الحكومة أيضا يعني في مناطق عدة مناطق مهمشة لم يتناولها برنامج النمو الذي كان مطبقا قبلها، والذي اهتم أساسا بالشواطئ أكثر منه بالمناطق الداخلية. ووجدت أيضا فقر بنسب مختلفة في مناطق مختلفة. هذه الحالة الاجتماعية يعني أوجدت طلبيات ملحة وكبيرة، وكانت هذه الطلبيات تترجمت في كثير من الإضرابات، بعض منها مشروعة والأكثر فيها غير مشروعة.
وطلبات ملحة عديدة ومتعددة لا شك أنها تربك كل حكومة. وكذلك أيضا توقيف عن العمل في كثير من المؤسسات، خاصة في المؤسسات الحيوية بالنسبة لميزانية تونس، مثل يعني المناجم ومثل إنتاج الفوسفات الذي وصل في وقت ما إلى التوقف التام، مؤثرا زاد أيضا على يعني مشتقات الأمور الكيميائية. ولكن أيضا بالرغم من مجهودات الحكومة في إعادة النشاط في هذه الميادين، صدمت الحكومة أيضا بتصرفات أخرى، لأن وقع نصب كثير من الخيام على الطريق، حتى أن هذه الإنتاج إذا كان يعني تم يقع تعطيله وعدم إيصاله إلى الميادين المحق. بسياسة جديدة وفلسفة جديدة، إما أن أشتغل وإلا لا أحد يشتغل، هذا مش ممكن باش نوصلوه. هذا فيه يعني عصيان مدني في الحقيقة. لابد أن الحكومة تواجهه، ولكن تواجهه بالطرق الممكنة حتى لا نؤزم أكثر الحالة الاجتماعية. هنالك أيضا يعني تحدي اقتصادي، لأن البلاد في حالة صعبة حتى لا نقول شيء آخر، ومن الضروري الخروج منه إلى استجلاب الاستثمارات، الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات الوطنية. ولكن الاستثمارات هذه لا يمكن جلبها إلا إذا ما خلقنا المناخ الملائم لذلك، والمناخ الملائم للاستثمارات غير متوفر الآن. ومن المسائل التي تأثرت بها أني تقابلت إلى مستثمر أجنبي كبير، ووعدني بقيامي باستثمارات هامة في تونس، لكن بعد مدة ما راعني إلا أن استعمعت أن هذا الاستثمار وقع في بلد شقيق، ونحن لا نحسد هذا البلد. لكن لماذا؟ لأنه قال أني لم أجد المناخ الملائم لهذا الاستثمار. وهذا الاستثمار كان يعني قيمته 557 مليون أورو، باش يشغل من 5000 إلى 50000 معناها حسب التدريج، وهذا ما وقعش في تونس. ثم أن عندنا التحدي الأمني، وهذا التحدي الأمني لابد أن نعترف أن السلطة يعني قامت بواجبها في هذا الميدان يعني تدريجيا، لأننا لم تكن لنا ثقافة الإرهاب في تونس. هذا الإرهاب هو ليس تونسي فقط، وأن إرهاب يهم كل المنطقة التي ننتمي إليها، ولربما أكثر من ذلك. ولذا فإن مواجهة هذه الآفة لابد أن نوفر لها العدة البشرية والتمرين، وكذلك أيضا العدة المادية، والعدة المادية تعيزنا بنسبة كبيرة. فزيادة على مقاومة هذا الإرهاب الذي الآن تعاملنا معه بشيء من النجاعة، فإن تونس من حسن حظها أو من سوءه جاءت على حدود الجارة ليبيا، وحدودنا مع ليبيا تمتد إلى 500 كيلومتر، البعض منها مناطق صحراوية يصعب يعني مراقبتها إلا بوسائل فنية لا تملكها تونس. ومعلوم أن جارتنا ليبيا اللي هم أشقاء، وعلاقاتنا معهم علاقات تاريخية، ومن الطرفين يعني نعتبر أمن ليبيا هو أمن تونس، وأمن تونس هو أمن ليبيا، لكن من سوء الحظ الآن ليبيا ما عندهاش دولة، وعندها تنظيمات مختلفة كلها يعني مسلحة، وكل يعني تنظيمة يعني دولة في حد ذاتها.
ولابد أن نقول أيضا أن الآن الجارة ليبيا منقسمة إلى قسمين، قسم في شير تبرق له حكومة يقال وأنها معترف بها يعني دوليا، وشق ثاني في طرابلس وعنده سلطة وحكومة لكن ما يش معترف بها دوليا. بالإضافة إلى كل هذا فإن ثم تدخلات دول صديقة وشقيقة، لكن كل دولة عندها أجندة يختلف عن الدولة الأخرى، بالإضافة إلى أن حدود الدولة الليبية حدود طويلة وعديدة وفيها دول جارة كثيرة من تشاد إلى النيجر إلى مصر إلى الجزائر إلى تونس إلى أيضا مالي وإلى يعني السودان. وكل دولة يعني الخاصية وأننا ما عندناش يعني تنظيم مشترك وحوار مشترك، حيث قضية صعبة والحدود بقيت حدود شبه مغلوقة ولكن أيضا شبه مفتوحة، وتتسرب لنا يعني من السلاح ومن الإرهاب ما أنزل الله بهم سلطان، حيث تونس مواجهة كل هذه التحديات. وأيضا صاروا لدينا يعني عدة حوادث مؤلمة، بل نجم نقول من الفواجع. احنا متعودين أن نقاوم الإرهاب في الجبال، وجيوشنا وكذلك الحرس الوطني وكذلك الأمن يعني كما قلت سابقا يعني خلصوا ضريبة الدم قوية، ولكن كنا ماشيين في اتجاه التغلب على هذه الظاهرة. لكن خصومنا خرجوا من هالواقع هذا وحبوا يهبطوا للمدن، وأول عملية كبرى كنا نعتقد أنها تكون الأخيرة هي عملية باردو، واللي قاوناها بما يمكن مقاومته لأن هذه أول عملية كنا نعتقد هي الأخيرة، لكن فيما بعد جاءت الفاجعة الكبرى اللي وقعت في سوسة، واللي في الحقيقة مشاو ضحيتها عدد أكبر من المرة الأولى من الزوار في النزل السياحي اللي موجود في سوسة. ويتساءل المرء لماذا العمل هذا والأحقاد هذه في ملاحقتنا في هذا. المسألة واضحة، احنا في تونس الدولة الوحيدة اللي خذت تمشي ديمقراطي واللي عملت انتخابات نزيهة وشفافة، سواء كانت انتخابات في تشريعي أو انتخابات رئاسية، وثم أن هي الدولة الوحيدة اللي الآن عندها دستور، وهذا الدستور هذا اللي هو توافقي كان وأحرز على تأييد عريض من الناس اللي صوتوا له. هذا الدستور جاء لتنظيم دولة مدنية بدون مرجعية يعني لا إسلامية ولا مرجعية دينية أخرى، ثم أن هذا الدستور أعطى لتونس نظام وهو النظام الجمهوري الذي لا يمكن تجاوزه ولا يمكن يعني تغييره. فلما نفكر في الناس اللي الآن يقاوموا فينا واللي أغلبهم موجودين في شقيقة ليبيا وهي ما يسمى بداعش، يعني الدولة الإسلامية حسب شعارها التي ترفع العلم الأسود والتي تطمح لإقامة الخلافة، ما هو عددها السادسة أو غيرها، في الوقت اللي نحن نحب نظام يعني يخضع إلى دستور لا مرجعية دينية له، وإلى نظام هو النظام الجمهوري الذي بدونه وبتغييره نعتقد
يشكل ذلك انقلاب هام في الأوضاع. فهذا هو الأصل. ثم لابد أن نقول وأن تونس كانت تستحق أيضا السند الخارجي، لأن لا يوجد دولة الآن في منأى عن الإرهاب، سواء كانت دولة في المناطق التي ننتمي إليها أو دولة في أوروبا أو غيرها. ولهذا مقاومة الإرهاب لابد أن تجد تعاون دولي يعني من كثير من الدول حتى تقي أنفسها أيضا من مصايب الإرهاب. ووجدنا تعاون في الحقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لابد أن نقول مع فرنسا، مع ألمانيا، مع إنجلترا، مع إيطاليا، ومع الاتحاد الأوروبي، وإن أنسى فلا أنسى الشقيقة الجزائر التي كانت دائما من جانبنا من أول ما انطلقنا في مكافحة الإرهاب. بقي أن هذا التعاون يفتقر إلى تنظيم وتنسيق وإلى خطة موحدة. مع كل هذا احنا تونس الآن في هذه الوضعية، نجابه يعني وضع ليس في مأمن من المخاطر، ونقولها بكل وضوح، نحن سنواجه يعني خطر داهم، ولذا لابد أن نأخذ الوسائل الموصلة للنتيجة. لا محالة أن قواتنا كلها على حالة استنفار، وهذا لا يعني أن ليس لنا بعض نقاط ضعف، وقد اعترف بها رئيس الحكومة وقام بما يجب القيام به لتداركها، ولكن الموضوع هو في حالة حرب لابد التصدي لها بما يستلزم يعني مجابهة الحروب. لا شك أن الحرب القوات المسلحة لها دور ولابد تكون مستنفرة، والقوات أيضا والحرس والبوليس، ولكن هذه الحرب خاصة لابد أن يقع تعبئة شعبية من أجلها. وقد سبق أن قلت وأعتقد أني كنت قلت على حق أن الشعب التونسي ما كانش متهيئ لهالأمور هذه، وقاعدين نشوفه فيه كل يوم. ولكن أيضا احنا مع ذلك لابد أن نحترم حرية التعبير ونحترم الصحافة، هذا بدون رجعة، لأنها هذوما من مكاسب الثورة. ولكن في ظروف استثنائية مثل هذه يعني لابد أن من يمارس حرية التعبير أو حرية الصحافة لابد أن يأخذ في عين الاعتبار الوضع اللي تمر به البلاد، حتى لا يخلق يعني ظروف لربما يعني لا تساعد على مقاومة هذه الأفات اللي نحن نقاوم فيها. وأقول هذا بدون لوم على أحد، بل شعورا بالمسؤولية، وأننا من واجبنا أن نشجع ونحافظ ونضمن حرية التعبير ونضمن أيضا عمل الصحافة، لأن أمور ضرورية يعني في نظام ديمقراطي، ونحن نصب إلى نظام ديمقراطي. لهذا نظرا لكل هذه الظروف، ونظرا للمخاطر المحقة بالبلاد، ونظرا للظرف الجهوي اللي نحن فيه، وما نشاهده في دول شقيقة من امتداد الإرهاب إلى الجميع، وأنا أعتقد وأقولها بكل وضوح، لو تكررت الأحداث والحوادث اللي وقعت مثل سوسة فإن الدولة ستنهار، وواجب رئيس الدولة أن يصد ويقف ضد هذه الحتمية التي إن شاء الله لا تقع. ولهذه الأسباب فإننا قررنا بعد أخذ رأي السيد رئيس مجلس نواب الشعب والسيد رئيس الحكومة الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة 30 يوم، كما عرف
عرفت حالة الطواري في القانون 26 جانفي 78، وقد تكون فرصة لخلية الأزمة الموجودة في الوزارة الأولى لتفسير تبعية هذا القانون. ولذا هذا ما أردت أن أقوله، وقبل أن أترك هذه المنصة أقول أني أمضيت في الأمر الذي يبدأ مفعوله من هذا اليوم، وأريد أن أقرأ على مسامعكم البيان الذي يسبق هذا الأمر لتفسير ظروفه، ولو أن القانون لا يحتم ذلك. أقول إن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد إثر العملية الإرهابية الأخيرة واستمرار وجود تهديدات يجعل البلاد في حالة حرب من نوع خاص، حيث أن الإرهاب يرمي إلى تقويض نظام الدولة ومؤسساتها ومصادرة ممارسات الحرية والاعتداء على قيم المجتمع ونمط عيشه الجماعي والمشترك، وهو ما يقتضي تسخير كافة إمكانيات الدولة لدحر هذه الآفة واتخاذ كافة التدابير الضرورية لا فحسب للتصدي إلى التهديدات الإرهابية، وإنما كذلك للتوقي منها ضمانا لأمن البلاد الداخلي وحفاظا للأرواح ولأمنها الخارجي، باعتبار أن الإرهاب أضحى عابرا للحدود. وفي الختام لا يفوتني أن أتوجه بالرحمة وكل حسب دينه تقديرا لهم ورحمهم الله جميعا وتقديرا لدولهم. أنا عندي ثقة في شعبنا وعندي ثقة في كل حساسيات السياسية التي تتفق معنا والتي لا تتفق معنا، أننا كلنا يعني وطنيين ولا نتزايد في الوطنية على بعضنا بعض، لكن الوطنية تقتضي اليوم يعني وحدة الصف لمكافحة هذه الآفة، وإن شاء الله إذا تحقق ذلك فإن نصر الله قريب. شكرا. إذن كنا مشاهدينا بصدد متابعة كلمة سيد رئيس الجمهورية الباجية قايد السبسي، والتي أعلن فيها حالة الطوارئ لمدة 30 يوما على كامل تراب الجمهورية. أبرز ما جاء تقريبا في كلمة سيد رئيس الجمهورية: اعتبر أن البلاد تمر بظروف صعبة واستثنائية، وتحدث كذلك عن نقطة ملف ليبي والخطر الأمني الذي يهدد حدودنا مع هذه الدولة. كذلك تحدث عن تحديات كبيرة تواجهها تونس، السلاح والإرهاب المتسرب من الحدود. كذلك تحدث سيد رئيس الجمهورية عن الوضع ليس في مأمن من المخاطر، وستواجه تونس خطرا كبيرا في الأيام القادمة، ونوه أو أكد أنه لابد من الاستعداد لذلك، وقالها صراحة: نحن في حالة حرب، لذلك لابد من حالة استنفار وتعبئة شعبية لذلك. كذلك تحدث سيد رئيس الجمهورية واعتبر أن هناك أحقادا على تونس بسبب التمشي الديمقراطي، كما حذر من مسألة الذين يعرفون بالدواعش. وكذلك أكد أنه لابد من التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، وفي ظروف استثنائية لابد من الأخذ بعين الاعتبار مسألة التعبير والصحافة، خاصة في مسألة الإرهاب. وأكد أنه هنا لا يتحدث عن تقييد الحريات، ولكن مع هذه الحريات، ولكن مراعاة للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد. وكذلك مسألة أخرى تطرق إليها سيد رئيس الجمهورية، أنه لو تكرر ما حدث في سوسة ستنهار البلاد لا قدر الله طبعا. ولهذه الأسباب قال السيد الباجي قايد السبسي: تم إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما وعلى كامل تراب الجمهورية. طبعا مجمل هذه النقاط ستكون لنا فيها قراءة مع سيد معز السيناوي الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية معنا في الاستوديو. مرحبا سيد معز. أهلا وسهلا. مرحبا. طيب بداية سيد معز، هل أن مجمل ما قاله سيد رئيس الجمهورية والنقاط التي أتى عليها، هل أن الظرف الحالي فعلا يستوجب حالة الطوارئ في هذه الفترة بالذات؟ اللي لازم نعرفوه كونه رئيس الدولة هو الشخص الوحيد في هذه البلاد اللي مخول ليه باش يقيم هل الحالة استثنائية أو لا. وفي الحالة هذه قيم الرئيس
وشاف الأمور القانونية والسياسية وأعلن هذه الحالة، لأنه هو الوحيد المخول له إعلان هذه الحالة الاستثنائية، إعلان حالة الطوارئ. ولكن بإعلانه حالة الطوارئ واعترافه أنه لو تكرر ما حدث في سوسة ستنهار البلاد، وقالها صراحة يعني كما كنت تتابع معي، ربما هذا يدخل حالة من الإرباك أو رجة على التونسي خاصة يعني، والبلاد تمر بظرف صعب نوعا ما. أول حاجة تهم رئيس الدولة هي تطبيق الدستور، والدستور لحالة الطوارئ هذه وضع شروط. أهم هذه الشروط هو وجود خطر داهم يهدد كيان الدولة، ورئيس الدولة شاف اللي ثم خطر داهم يهدد كيان الدولة، ولهذا أخذ عمل الإعلان هذا. كون الإعلان هذا يحدث رجة نفسية، علاش لا؟ هذه حاجة محبذة، خلي التونسي يفيق على روحه، والتونسي يكون في مستوى الحدث، في مستوى الظروف الاستثنائية اللي نعيشوها هنا. ولظروف استثنائية كما قال رئيس الجمهورية ثم إجراءات استثنائية. طيب كذلك صرح بها صراحة رئيس الجمهورية وقال نحن في حالة حرب. مش المرة الأولى اللي صرح بها رئيس الدولة. رئيس الدولة من عملية باردو قال في حالة حرب، رانا في حالة حرب. يمكن الرأي العام ما فهمش شنية حالة الحرب، وكل مرة يقول حالة الحرب هذه لا تعني الجيش ولا قوى الأمن فقط، بل تعني كذلك المواطنين. وكما قلت لي أنت، كان إعلان حالة الطوارئ يحدث رجة نفسية لدى المواطن، خلي يعرف البلد حقا ثم خطر داهم يهدد كيانها، يهدد كيان الدولة، باش يعرفوا اللي ثم تدابير استثنائية لازمها تصير. ولازم ما هي هذه التدابير سيد معز؟ التدابير هذه جملة حزمة من التدابير، لأنه أنا العديد من الأشخاص هاتفوني قبل ما نجي هوني الاستوديو يقول لي شنية حالة الطوارئ وشنية هذه حالة الطوارئ، تقولش عليهم كانوا عايشين في بلاد أخرى. لابد من تفسير ذلك للمواطن. لا أنا لازم أقول لك اللي احنا كنا عايشين في حالة الطوارئ من جانفي 2011 إلى 5 مارس 2014، دونك هذه حالة كنا عايشينها. حالة الطوارئ فيها رزمة من التدابير، يعني من الممكن اتخاذها الكل، لكن من الممكن أبرز تدبير هذه واحد. التدابير تدابير يعني كون السلطة التنفيذية باش تدعم صلاحياتها باش تحافظ على أمن المواطنين وعلى سلامة الدولة وعلى سلامة هياكل الدولة، وباش تخلي دواليب الدولة تسير بصفة عادية. طيب ربما أنت تحدثت عن تدعيم الصلاحيات والمحافظة على أمن المواطن لمدة 30 يوم، لكن عمليا كيف سيتم ذلك عمليا على أرض الواقع؟ عمليا يعني كما قلت لك، احنا الأربع سنوات الأخيرة لو عشنا في حال الطوارئ، يعني مش حاجة جديدة على التونسي. حاجة جديدة كون أول مرة رئيس الدولة الباجي قايد السبسي المنتخب يعلن على هذه على حالة الطوارئ، وهو الدستور يخول لهذا له هذا، وهو احترم الدستور. وهذا بعد العملية اللي صارت في سوسة، ما ثماش حاجة تحدث على تونس أكثر من هذا، يعني وصلنا لحالة قصوى. وهو بهذا الإعلان يستنفر المواطنين، مش يستنفر قوى الجيش فقط والأمن فقط، يستنفر المواطنين باش نداو على حيطة وفيها توقي من ضربة أخرى. هل يمكن التمديد في هذا الإجراء إعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوم؟ هل يمكن أن تجاوز ذلك في فترة قادمة؟ ممكن، أنا ما نعرفش، ممكن بنفس في نفس حسب نصف الشروط اللي اتخذ فيها رئيس الدولة القرار، يعني بالتشاور كما أكد عليه هو في الكلمة متاعه مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. طيب الأكيد أن حالة الطوارئ بإعلانها سيكون هناك تضييق على الحريات كذلك، وستكون لها تداعيات اقتصادية، كيف سيتم التعامل مع هذه المسألة؟ أكثر حاجة تضيق الحريات هي الإرهاب، هي تضيق الحق في الحياة، تضيق على حرية التنقل، على حرية العيش الكريم. ولهذا بالعكس أنا أقول لك حالة الطوارئ ستدعم حرية التونسي. ستدعم حرية التونسيين، وهل ستكون لذلك تداعيات اقتصادية ربما يعني بالتضييق على خروج المواطنين، على قضاء حجيتهم، الأجانب، السياح؟ ما ثماش، هي بالعكس هي تعطي طمأنينة للمواطنين وللسياح، يعني ثم إشارة إلى أن الدولة حازمة والدولة واقفة أمام التهديدات الإرهابية. واضح، مشكورة سيد معز السيناوي ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية على الحضور وعلى توضيح مجمل هذه النقاط. مشاهدينا الكرام، طبعا نذكركم بأبرز ما ورد في نشرتنا من عناوين. رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يعلن حالة الطوارئ في البلاد. إجراء غلق المساجد غير المرخصة بين تفعيل والانتقادات.
تظاهرة ليالي صفاقس تويجنا لملف احتضان المدينة لألعاب المتوسط في أفق 21 بعد 2000. نقطة الختام مشاهدينا لليوم، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.